والرياض من خلال صواريخ بدر واحد وصاروخ قاهر توتري. هذه الصواريخ التي اليوم استطاع الجيش اللبناني الشعبية للقوة الصاروخية تصنيعها في ظل عدوان استمر أكثر من 3 سنوات وفي ظل حصار بربري. ويقول اليمنيون إن هذه العملية تأتي كتدشين لدخول العام الرابع من الصمود والثبات، ولن تكون هي الأخيرة من نوعها، حيث ستشهد الأيام المقبلة مفاجآت عسكرية كبيرة تطال عواصم السعودية والإمارات حد تعبيرهم.